اهلا بحضراتكم مره تانية. واول فقرتنا النهارده في البيت الكبير معانا اثنين من النقاد الكبار، مش بس على مستوى مصر لكن كمان على مستوى العالم العربي كله. معانا ومشرفنا الاستاذ طبعا عصام شلتوت. اهلا بحضرتك استاذ عصام. اهلا بيك كابتن هادي، ومبروك امبارح. الحمد لله. الحمد لله. طبعا استاذ محمود صبري اهلا بحضرتك والف مبروك امبارح. مشك حلو. وشنا كلنا حلو الحمد لله، يا رب تكمل على خير ان شاء الله. خلينا سؤال يعني موحد لحضراتكم، نبدا بالاستاذ عصام. رايك في اداء موسيماني على المستوى الفني في مباراه امبارح؟ احنا يمكن في البيت الكبير يعني قلنا هنا قبل الماتش ان الراجل فاهم قوي الكره الافريقيه، بيقدم يعني كل ما يمكن ان يكون علم وخبرات متراكمه. هو قاري النادي الاهلي، هو مدير فني كان يامل في نقل تجربه لنادي كبير، وكان حاسس انه لايقه جدا على الاهلي ومتمني انه يشتغل في النادي الاهلي لما توافقت الرغبات. وهنا لازم زي ما الناس بتبارك الحقيقه للتيم وللاداره كامله وللمؤسسيه اللي دايما الناس شايفاها في النادي الاهلي، لازم تقول كابتن حمود الخطيب شكرا، لانه شال الموضوع لوحده، منتهى الثقة في اختياره. حتى لو قال، لو قلنا ريسك، فهو الوحيد اللي كان يعني بالبلدي مرسك وموافق، وبالتالي لا، الراجل ده هيزود الأداء مرة بعد مرة. لاحظ يا كابتن أن هناك نواقص في المراكز، لكن هو قدر يخلي كل اللعيبة لديها انطباع ان احنا بنلعب واحدة واحدة، ان احنا بنكمل بعض. لا بأس ان انت تكون ظهير ايسر فتبقى بتلعب في نص الملعب، ففيش مشكلة ابدا ان انت جناح فتلعب راس حربة. حتى لو حضرتك بتتكلم كمان على التحضير، تحضير للمباراة، للمباراة في مباريات الدوري كذا سيناريو. هو التلات ماتشات اشتغلهم علشان الحلم الافريقي، عشان يعني العروس السمراء اللي هو عارف حلم الناس وسمعه وصوره، التسعة يا أهلي لما كان بيلعب مع سان داونز في استاد القاهرة. وبالتالي أتصور يعني بخبرتنا مع الكبار اللي الراجل ده الحقيقة من الكاتيجوري بتاعهم، إنه قال لأفش أنت هتكسبني. الدنيا كلها بتتكلم عن ثلاث ديفندرات، ربما عن حمدي فتحي مع ديانجو والسولية، لكن أنت هتلعب وأنت هتكسبني. لا، الراجل شغال اندفيدوال يعني فردي مع كل اللعيبه، الراجل شغال جماعي، الراجل بيشتغل كما يطلق على الاحتراف 100%، لانه مذاكر منافسه قبل ما يذاكر فرقته، وبيشتغل في العامل النفسي بصوره الحقيقه بتفكرنا بالفعل بكلاس ايه الحقيقي. وبعدين فكره الجنوب افريقي، لا ادري يعني الناس ليه مش واخده بالها انه جنوب افريقيا اصلا بلد متقدم جدا، بلد يعني يصدر الكثير، ومع هذا هم يعوا جيدا حجم مصر والنادي الاهلي المنتج. والدليل هو ان رئيس الدوله يتمنى لهذا الرجل النجاح في مصر الكبيره افريقيا. صحيح. طيب استاذ محمود. لا، هو طبعا يعني لما تيجي يعني الناس عماله تصدر احكام بدري على الراجل، لسه يعني احنا لسه بيشتغل وبيعمل، لكن يكفي ان انت تلاحظه في المباراه ان هو رجع حاجه مهمه جدا. يعني قفشه لما جاب الجول وراح له حضن، وحضن غريب جدا على فكره، ده يدلك على المدرب شعباوي يعني بتاعنا، يعني مننا، واحد قريب مننا كده، يعني عرف يوصل للاعيبه بسرعه، بقى في بدات تبقى تدريجيا في علاقه. العلاقه دي بقى تاثير نفسي، بتنقل اللعيبه من مرحله لمرحله. يعني زي ايه؟ مانويل جوزيه كان سر نجاحه في العمل النفسي. أيوة. ازاي يطلع من قدراتك، يعني تضاعف القدرات، يلعبك يمين شمال مدافع، هتلعب في ايه؟ في مدرب يبقى عاوز لعيب يؤدي له ثلاث وظائف في نفس الوقت. الراجل ده في فتره قصيره جدا كل اللي عمله ان هو نظم، برجع كل حاجه مكانها، اشتغل نفسيا، ادى ثقه، لعب الكوره. ان احنا عم نقول جنوب افريقيا، يا جماعه جنوب افريقيا زي ما قال استاذ عصام دوله يعني متقدمه، ما نحاولش نقلل يعني نقول جنوب افريقيا، جنوب افريقيا احسن مننا، احسن مننا في حاجات، ولازم نحترم الناس ونقدرها ونديها. لما رئيس دوله يطلع يتكلم عن مدرب، تعرف قيمه الشخص، يعني قيمه البني ادم. دي نقطة كابتن هاني، الأهلي خطى خطوة مهمة جدا، لكن لسه ما خدناش البطولة. خطى خطوة صحيح. وعايز أقول، مش عاوز يعني ألفت نظر الناس إنه الفرحة المبالغة خلاص توب واتقفل الباب من النهاردة ومن دلوقتي. تفكير مباراة العودة صعبة جدا، المباراة مش سهلة. عايز أقول إنه حضرت لقطة شاهد عليها في 2001 في نهائي الأهلي وصن داونز،
انتهى الماتش 1-1 وكنت موجود في الملعب. وبعد ما انتهى الماتش الفرقة طبعا فرحة كانت كبيرة جدا. مانويل جوزيه قفل اوضه اللبس وقال خلاص انتهى الموضوع. ساعة يعني ايه فرحوا ساعة وقفل، طلعت الناس وشوش تانية متغيرة، لانه ايه هنا دي الحاجات اللي احنا تجاربنا لازم نتعلم منها. خطوة مهمة جدا، شخصية البطل بدأت تعود في فوز مهم. احنا فاقدين الجوزيه دي لينا اكتر من 3-4 سنين مش عارفين نحقق الفوز بصورة وبأداء جيد. في روح جديدة، في شغل بتعمل على الأرض، فريق بيمر بظروف إصابات كتيرة لكن عنده إصرار متماسك، عندك كل الأمور مؤهلة كابتن إنك أنت تفكيرك دلوقتي منصب على لقاء الجمعة المقبل، ده هو الأول. لكن تقول لي أفكر في النهائي بدل، شوف كلامه، شوف كلامه. هنرجع لتصاريح كمان موسيماني لأنها حاجات مهمة جدا، وكمان طبعا هنتكلم كمان على الجانب إزاي الصحف المغربية قبل المباراة كانت بتتكلم، ونشوف كمان دلوقتي معنا تقرير ازاي الصحف المغربيه اتكلمت بعد المباراه. عندنا تقرير عن كيف تداولت الصحف المغربيه مباراه او فوز النادي الاهلي على الوادي امبارح، نشوف التقرير ونرجع مع حضرتك. بلا شك أن ثنائية الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في شباك الوداد البيضاوي المغربي في عقر داره باستاد محمد الخامس بالدار البيضاء بلقاء الذهاب في الدور قبل النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا أحدثت ضجيجا كرويا على نطاق واسع في قارة إفريقيا وعلى الأخص في مصر والمغرب، كما انهالت الصحافة المغربية بالإشادة والغزل فيما قدمه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي وتفوقه على نظيره الوداد البيضاوي المغربي في مباراة أشبه ما تكون من طرف واحد، في إشارة إلى أن المارد الأحمر قد وضع قدما في المباراة النهائية. لخصت صحيفة المنتخب المباراة بعنوان لعنة الفراعنة تصيب الوداد أمام الأهلي، وأشارت الصحيفة في تقريرها إلى أن البداية كانت صادمة بهدف أحرزه محمد مجدي أفشة لاعب الأهلي إثر خطأ قاتل من يحيى جبران مدافع الفريق المغربي، وأوضحت أن اللعنة لم تصب الوداد فقط في الشوط الأول بالهدف المباغت الذي سكن مرماه، ولكن في إهدار فرصة التعادل من ركلة جزاء تصدى لها البارع محمد الشناوي. وأوضح التقرير أيضا أن الوداد عانى الأمرين من ثلاثة عوامل كانت قاتلة، الأولى أن دفاعه كان فوق نار مشتعلة وكان قابلا للانفجار في أي وقت بسبب النقص الفظيع الذي عانى منه لغياب أهم مدافعيه، والعامل الثاني يتمثل في معاناته مع النقص الكبير في اللياقة البدنية والمعنوية في آن واحد، ثم العامل الثالث وهو خيارات مديره الفني على مستوى خط الهجوم لإبقائه على كزادي على دكة الاحتياطي. وعنون موقع رياضي مغربي في نسخته العربية عن المباراة قائلا الأهلي يسقط الوداد ويقترب من نهائي دور الأبطال، وأشار التقرير إلى أن الأهلي أسقط الوداد بلا رحمة واقترب من نهائي دور أبطال إفريقيا، ووصف أداء الأهلي ولاعبيه على الأخص محمد الشناوي بالعظيم نظرا لتصديه لركلة جزاء احتسبها الحكم الزامبي جاني سيكازوي مشكوك في صحتها لكن أهدرها بديع أوك. وأشار التقرير ذاته إلى أن يحيى جبران مدافع الوداد ارتكب خطأ ساذجا أمام محمد مجدي أفشة تسبب في اهتزاز شباك الفريق البيضاوي بهدف مبكر. كما تحدث موقع البطولة عن تعثر الوداد تحت عنوان الوداد يتعثر أمام الأهلي ذهابا على أرضه ويعقد من مأموريته إيابا، مشيرا إلى أن أبناء الدار البيضاء بدأوا بداية مخيبة بعد استقبال مرماهم هدفا بخطأ لا يغتفر. وأشار التقرير ذاته إلى أن خط دفاع الوداد بدا متفككا طوال أحداث المباراة ولم ينجح في التعامل مع هجوم الأهلي، كما امتدح تألق الحارس الأمين محمد الشناوي مشيرا إلى أنه منع الوداد من تسجيل هدفين. وبعنوان هزيمة مفاجأة غير متوقعة عنوان موقع لوماتان المغربي خسارة الوداد أمام بطل مصر في تقرير مقتضب عن المباراة، حيث أكد التقرير أن الوداد تلقى هزيمة مفاجئة أمام الأهلي، وانهال الموقع المغربي بالإشادة بأفكار الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي، وأشار إلى أن الأهلي كان الأحق بالفوز.
وأبرز موقع هيبا بريس المغربي انتصار الأهلي على الوداد تحت عنوان الأهلي يخرج بفوز مطمئن من ملعب الوداد. وأوضح التقرير أن الأهلي تفوق على الوداد في النتيجة والأداء، مشيرا إلى أن المدرب الأرجنتيني جاموندي المدير الفني للفريق البيضاوي بدأ فاقدا للحلول. أبرز موقع شوف تي في المغربي خسارة الوداد من الأهلي تحت عنوان الأهلي المصري يقسو على الوداد بثنائية نظيفة ويلحق به هزيمة مذلة. وأشار تقرير المباراة إلى أن نادي القن نجح في تسجيل هدف سريع في أول 5 دقائق من المباراة عن طريق نجمه محمد مجدي أفشا، مستغلا خطأ فادحا من اللاعب يحيى جبران. ووصف موقع هيسبورت الرياضي المغربي هزيمة الوداد بثنائية أمام الأهلي بالانتكاسة، حيث أشار التقرير إلى أن الأهلي تمكن من مباغتة الوداد مبكرة ونجح أفشا في هز الشباك سريعا في 5 دقائق الأولى من اللقاء. وأشار الموقع في تقريره إلى أن الأهلي واصل سيطرته وإحكام قبضته على مجريات اللعب في الشوط الثاني، وفي المقابل استمر لاعبو الوداد في خوض دقائق الشوط الثاني بمردود ضعيف قبل أن يسجل علي معلول الهدف الثاني للأهلي من ركلة جزاء. بحضراتكم مرة تانية أستاذ عصام، زي ما شفنا تقارير صحفية بتشيد بأداء النادي الأهلي، صحيح، وبتشيد كمان بأداء موسيماني. على الجانب الآخر طبعا بتضع ضغوط كبيرة جدا على جاموندي طبعا المدرب الوداد، وقلنا جزء من سبب الخسارة. يعني أتكلم مع حضرتك ومع أستاذ محمود، نخش بقى في المباراة ونشوف كيف أدار موسيماني المباراة خلال الشوط الأولاني، وكمان نتكلم على كده كمان في المؤتمر الصحفي وردود أفعاله في المؤتمر الصحفي. نبدأ بحضرتك أستاذ عصام. هو لعب زي ما الأستاذ محمود قال، الراجل ما جاش يغاره يبدل، هو بيضطر بس لتعديل بوزيشن لاعب علشان يستكمل النقص الرقمي. يعني ما عندوش فرود فبيضطر يخلي مثلا مروان يبقى مهاجم صريح بدل ما هو متعود يبقى ما قبل الفرود أو تحت الفرود، وبالتالي ما بيفتش كتير. يعني ما قالش مثلا ألعب، رغم أن ده تقال وأشيع، وبرضه حاولنا نساهم أنه يمر، لأنه الإخوة المغاربة ما شاء الله من طول الأزمنة بيعرفوا يعصروا يعني كل اللي بيخرج من أخبار وهنا ومعلومات ويدوها لفرقهم، ودي حاجة مشروعة. يعني ما لعبش مثلا بليبرو متقدم والحاجات الفزلكة دي اللي لازم تبقى معدلها، مش بقول فزلكة انها ما تنفعش، دي بتبقى محتاجة فرق لعبت عليها كتير وخدت وقت طويل طبعًا. وانت حضرت ده مع العظيم محمود الجاري الله يرحمه، ازاي كان بيحط حد بس بتقعدوا تشتغلوا عليها بالثلاث اربع اشهر، ما حاولش يجيب الشمال يمين اقصد واليمين شمال، ما تفزلكش. يعني هو الراجل عدل الفرقه بالشغل كل اوراقه ورفع الحوافز. وانا بقول لحضرتك انه الجاريه اللي فكرنا بيها صديقي العزيز محمود صبري بتاعت أفشا تعني ان الرجل، وحضرتك تقدر تبقى حاسم اكتر مننا فيها او فاصل، اللي هي تعني انه كان في كلام لما انا عملته لا انتج معايا. صحيح، هو عمل يعني من الجزء الفني اللي انا خدت بالي منه كمان عمليه ان ازاي أفشا جاب الجول. أيوة. الناس بتبص لها ان خطا دفاعي، هو خطا دفاعي لكن ده بيدل ان في كلام اتقال ان مروان محسن لما بيضغط على احد السردباكين رقم 10 هو اللي يضغط على السردباك الثاني اللي هو يحيى غلط. فهتلاحظ كمان في المباراه ان كان اوقات اول 10 دقايق ان مروان في جزء من ورا يضغط على السردباك وأفشا يضغط على السردباك الثاني، والجون جه من نفسي. انا اعتقادي الشخصي ان ده التعليم او المعلومه اللي قالها موسيماني لأفشا، في حاله ان مروان بيضغط على السردباك انت تروح تضغط على السردباك الثاني فقطع منه الكوره. أيوة. نتيجه خطا وجاب جول، او في البوزيشن ده تتحط لك لعبه مظبوط مثلا، وبالتالي يعني عمليه الضغط ما كانتش لا هي صدفه ولا فكره ان لماح يعني أفشا. واضح ان اللعيبه امبارح التزمت تكتيكيا يا كابتن. ايوه استاذ عصام، يعني انا برضو اكد كلام حضرتك، هو الطبيعي أفشا بيلعب تحت مروان. ايوه، فعشان نتكلم برضو تكتيكيا والناس تفهم هو ايه اللي خلى أفشا يبقى جنب السيرباك دي، فدي تعليمه هو. لا هو قاعد في الفتره اللي هو سافر فيها يعني اشتغل عليها الفتره اللي هو خد فيها يومين تدريب في المغرب، تدريب ساعتين الا تلت على ده، تدريب ازاي تعمل الحاجات اللي هي عايزها في الوسط. بص الشغل يعني، وهو راجل لما جه قال حاجه
تفهم ان واحد جاي مش جاي كده انا جاي وخلاص، لا ده واحد عنده حاجه اجنده هيعوز يشتغل عليها. قال لك الاهلي بطل وبيكسب، بس لازم لما يكسب يلعب كوره. ايوه بالظبط، لما يكسب يلعب كوره. فلما تتكلم على كده يبقى هو الراجل عاوز يعمل حاجه. مش هتقول احنا اتفرجنا عليه مع صن داونز ونقول الكلام ده، لكن لما يكون عندك مدرب عنده ثقه وشخصيه في مباريات ومواجهات كبيره قدام الوداد، والله تيجي تقول للوداد مستوى كذا، يعني ايه الناس هي عماله تتكلم عن الوداد ونسيت التطور اللي حصل للفرقه. يعني في فرقه واقفه، أيوة. فرقه برضو ما عندهاش الخبره الافريقيه عشان الناس تبقى فاهمه. الناس يا جماعه يعني ايه، في الاهلي اللي فازوا بالبطوله كانوا قاعدين بره، يعني هو كابتن احمد فتحي كان هو الاحتياط، لكن دول ما خدوش ايه دوري ابطال افريقيا. بالعكس لعيبه الوداد اكتر. صح طبعا، بقول لحضرتك اهو يعني الخبرات انت بتبقى ايه، الجزئيه النفسيه، والمدرب لما يحترم قدرات اللعيبه اللي معاه ويعرف يطلع كل اللي جواه ويعرف يشتغل في الوقت الضيق والصعب ده اللي هو مفيش وقت. لو انت جبت احد قلت له انا عاوزك ونبي تعمل لي تاخد البطوله دي، اقول لك لا انا اسف. لو جبت مدرب اجنبي يقول لك لا ما اقدرش، انا ما بقاش ديكور ما اقدرش، ما فيش حد يعني، يبقى ايه، يبقى في ظلم. لكن تعالى خدها خطوه خطوه. يعني عملت خطوه في المغرب، عندك خطوه في القاهره. بعد خطوه المغرب الراجل قال ايه، كان ابرز حاجه عجبتني فيه، احنا ما وصلناش المباراه النهائيه، انتوا فرحانين ليه؟ فعلا احنا يعني ماشي نفرح شويه، فرحه حلوه جميله ان احنا يعني عاوز اقول ايه، الناس جماهير الاهلي كانت منتظره حاجه زي كده. طيب منتظره اللقطه دي انها تطلع من حاله برضو الفتره الاخيره، يعني في بدايه الموسم كان في حاجه بعد كورونا فرقه يعني تعرضت كده. لا الناس كانت قلقانه، كلنا كنا قلقانين كونك انك انت من مستوى الاداء. أيوة يعني كنا بنكسب، لكن كونك انك انت توقفها على رجليها تدريجيا وتطلع الطلعه دي، وهو اللقطه بتاعته اللي موضوع قفشه لو تلاحظ بعد ما اهدر ضربه الجزاء في ماتش بيراميدز طلع اتكلم عليه في المؤتمر الصحفي. طبعا قال لك دافع عنه احسن لعيبه في العالم، يعني ده برضو درس. فكون الجارية واللقطه ده دليل على انه في ارتباط مع الراجل. صحيح راجل صاحي وراجل واقف على رجليه في شغل، واعتقد انه في شغل قد كده مره واثنين وثلاثه هيتعمل الفتره اللي جايه. فرقه كده هتقفل عليها من بكره، تركيز تام في المران. الوداد مش هيجي يستسلم هنا يعني، لا الوداد هيجي هيقاتل عنده. خلي بالك الوداد مره عمل معنا نتيجه في القاهره 3-3 في بطوله عاوز اعتقد من 3-4 مواسم. انا بكون عمل كان يعني فرقه تقيله، فاعتقد هتيجي الدافع عنده ان هو عاوز يرد اعتباره وما عندوش حاجه يخسر. هو ده الاهم، ما عندوش حاجه يخسرها اصلا. انت بتلعب واحد يعني واخد سكينه فعايز يمسك اي حد يموته معاه. يا كابتن هاني يا استاذ عصام اللي هنتطرق له، ان يمكن المباراه بنتيجتها 2-0 هو سلاح ذو حدين. لو فريق قال لك كده كده انا ضمنت، وبالتالي ممكن جدا يكون في نوع من التراخي، ده اكيد مش هيكون موجود في لعيبه النادي الاهلي. لكن السلاح الاكبر عمليه الريفنج، او ان انا لازم اثبت ان انا لا انا فريق كويس وجاي وقادر ان الكلام ده بالنسبه للوداد. يعني ده ما هو ده الوداد اللي عايز ياكده، وده واللي بدا بيه الراجل حواره المدير الفني، واضح ان هو كمان راجل اجريسيف يعني. صحيح ده بندي يعني، صحيح الجلاله خدته، لكن واضح ان هو مدير فني اجريسيف، عايز يقول لعيبته لا تراجع ولا استسلام، احنا رايحين هناك هنعمل كل المستحيل، مش بيقول لهم هنعمل كل اللي نقدر عليه. وبالتالي لا، النادي الاهلي ضمن منظومه فرحه الناس الجمهور، يعني انه شايفين الفرقه رجعت تقاتل. خلي بالك ان في شهرين ثلاثه لفايلر الموضوع ما كانش فارق معاه، ده راجل بقى في شهر العقاري مش في النادي الاهلي، بيروح الشغل ويمشي من الشغل، يعني عنده مواعيد، وبالتالي ما كانش قادر، ودي سهله قوي في النادي الاهلي، يولد عند اللعيبه الحافز الثاني بعد الفوز بالدوري والاقتراب من مباراه قبل النهائي. هو خلاص بيشتغل ويمشي، مفيش عندنا مشكله هو يعني بالنسبه له. وبالتالي الراجل ده جه اشتغل بقى كوره اللي لعيبه الاهلي واداره الاهلي متعوده عليه. عشان كده الجمهور لما حضرتك تتابعه، اكيد حضرتك بتتابعه، كل الناس اللي مبسوطه وقابلت اللعيبه بالورود وكذا على عوده الروح. انا مش بقول على 2-0 كان فاز الاهلي كثيرا بره، لكن الاغلب العام بقى من الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي بتقول لا يا اخوانا، مش الاهلي اللي يجي له ورد وهو ايه حط رجله اليمين في مباراه النهائي، وبلاش كده حرصا على اللي حضرتك قلته كنجم كرو اللي قاله استاذ محمود كمتابع ومحلل، واللي انا باكده لجمهور الاهلي العظيم
لا الحكاية مش كده، لكن برضو لازم نقول ان لاعيبة الاهلي مش هي اللي نوصيها، هي دي الوصايا العشرة. اوعى تاخد بالك انك عديت وانا مزك كثيرة من اول 3-3 لغاية 4-0 وتبقى 4-4 مفيش مشكلة، وهناك مباريات كده، لكن مش لعبت الاهلي ومش مع موسيماني ومش بالتركيبة الحقيقة اللي شغال عليها مجلس ادارة النادي الاهلي والمفوض بالشأن الكروي محمود الخطيب. ده كلام بالعلم، اللي احنا بنهول ولا اي حاجة، الخطوات محسوبة، حتى المغامرة مغامرة ما بتوصلش للمقامرة لانه العلم ما بيعترفش بالمقامرة، وبالتالي المؤسسة الحمراء المغامرة بتبقى بشخصية يمكن لخبرتها المغامرة، اللي هي ليه موسيماني لا، وانا قلتها مع حضرتك، وما هواش مدرب الضرورة، بالعكس هو نابه، هو قدم نفسه وتقدم بين السطور انه عاوز الشغلانة دي، مش بس مستنى اما الدور يجي عليه. مدربين كبار واستاذ محمود وحضرتك كابتن عارفين كان ممكن يبقى قاعدين يوم المؤتمر ويقول جئت لاعمل وسنعمل انا والاهلي، ولكن صحيح. لا احد يعد ولست املك هذه العصا السحرية. هو عمل لقطة استاذ امبارح عجبتني جدا على فكرة، موسيماني تستحق. موسيماني تستحق، يقولك انه مدرب صح، اخراج اليو ديانج طبعا لسه هقول لك عليها، شعر يعني عارف انت قاعد بتفرج كل الناس هتقول يا عم طلعه يا عم كفايه كده، والراجل قد دوره عشان لاحظ عشان الحكم انذار. لا لا هو عاوز اقول لك الحكم ده انا شايف ان الكره اصلا هي فاول بس لا تستحق، الحكم عايز يخدم في واحده بعديها هرسه ستارز في رجل قفشه فينها. انا تصورت وعلى فكره لابد ان نحترم بملاك الاثيوبي، هو حكم رائع لولا انه مش بادي يا عيني زيهم كده، هو يستحق الاول بجد، لانه كلمه بخبرتنا كده كلمه ان في لعبه، لان من ضمن البروتوكول اللي هي فكره الكارت الاحمر ده من ضمن البروتوكول فيها كلمه فيها عليها، واضح انه قال له لا يعني لا. او ما راحش، انما هو امبارح كان عايز يقول لصاحب الدار احنا في الخدمه يا فندم، قهروا لاعبوا الاهلي ولم يستطع ايجاد لعبه يرتكز عليها بخلاف لعبه الشناوي العظيم. طبعا هنرجع للشناوي لكن منتهى الوهميه يعني، لكنه طبعاً في الاخر اهلا بخدمه صاحب الدار يعني. ربنا سبحانه وتعالى ادى المجتهد على قدر اجتهاده، وانت اجتهدت واشتغلت، وربنا بقول تاني ربنا يحمي محمد الشناوي يعني، ربنا يحافظ عليه، واقول انه انك انت خطيت خطوه مهمه جدا، انك انت استرجعت الذاكره بتاعتك، ذاكره البطل بقى الشخصيه، انك تكسب بره، تكسب بره باداء قوي رجولي واصرار وعنف وضرب. يعني انا عجبني قفشه امبارح بيتضرب ويقوم، يعني ايه ما بيستناش. أيوة. بص لازم تلاحظ الايه لعيبه البلاد ما بيستناكش عشان تقوم يلعب الكوره، ده بقى على طول انت واعي مالكش دعوه بيه يعني، يعني دي السرعه، انا عاوز اخلص. فانت حطيت اتحطت الرتوش ورسم من الوداد مشوار اللقب الشكل، واعتقد انه في شغل تاني كتير جدا هيتعمل هنا في القاهره. مباراه الجمعه مباراه مهمه محتاجه مسانده قويه جدا، محتاجه اللعيبه تصفي نفسها وتعرف انها تواجه فريق في منتهى الشراسه، عنده طرفين شفنا اسماعيل الحداد عامل ازاي، عنده اكتر من لاعب خطير ما تتوقعش برضو. عاوز اقول لك ايه يعني، لازم تبقى راي يعني المباراه النتيجه 0-0 مش 2-0، انسى 2-0. انا معاك تماما لان انا اعتقد اي عمليه التحضير قبل المباراه كانت مهمه جدا، وموسيماني على المستوى الفني ومعاك على المستوى الاداري كابتن سيد عبد الحفيظ ادوها بشكل اكتر من رائع، بجانب طبعا وجود الكابتن محمود الخطيب اللي كان انا في اعتقادي كان ليه دافع معنوي كبير جدا، وان الكابتن محمود الخطيب موجود معاهم وفي صور وهو واقف قريب منهم في التدريب يعني كان في دعم كده كبير جدا من الكابتن محمود الخطيب. وانا في رايي يعني ان شاء الله هذا التركيز وهذا التحضير لابد ان يكون خلال الثلاث ايام اللي جايين استعدادا للشوط الثاني للمباراه طبعا، فده مهم جدا واعتقد اللعيبه واصله له. هتكلم معاك يا استاذ عصام على الثقه ما بين اللعيبه وما بين موسيماني، يعني تغييره لأليو ديانج ونزول حمدي فتحي ده كمان بيديني احساس ان انا بثق في اي لعيب. يعني أليو ديانج كان عامل مباراه رائعه، طبعا المباراه اللي كانت قبل الذهاب كانت مباراه بيراميدز، لكن كمان بيقول لحمدي فتحي لا انا بثق فيك تماما انزل والعب، لان هو محتاجه كمان ممكن جدا يحتاجه في المباراه اللي جايه، وبيحافظ كمان على او بيفكر في مباراه العوده ان أليو ديانج ممكن جدا خلال المباراه ياخد طرد، وبالتالي الثقه دي واضحه
من خلال تعامل الفني من موسيماني مع اللعيبه. الثقه دي اللعيبه بتوصل لها لما يلاقوا المدرب فير، لما يلاقوا المدرب مزبوط. مهتم بالقائمه كامله مظبوط. النجم يعني السوبر نجم هنقول ما هوش واخد حيز انتباهه كاملا، لكن بيحمله مسؤوليه اكتر من المواطن اللي هو بيعمل اللي عليه، المواطن المجتهد هنسميها يعني. وبالتالي الثقه دايما يا كابتن هاني بتبقى ثقه متبادله، اما ان يثق كلا الطرفين المدير الفني واللاعبين في بعضهم البعض، او بتلاقي بقى شويه بقى اللي بيروحوا واخدين جنبه والنواح، ودي ما تفرقش بين بايرن ميونخ والنادي الاهلي، ياخدوا جنبه ويحسوا بقهر ما حتى لو بنسب ضعيفه. لكن المدرب الاكثر يعني تحرر واللي جاي يشتغل بأمانة الرجل الشديدة ما بيسيبش أي حاجة بينه وبين لعبته تبقى غامضة، وعنده من الجرأة، وحضرتك تقدر تأكد لنا ده، إنه يقولك أنت ما بتلعبش ليه، بس مش عشان يقولك وأنا أعمل لك إيه ما أنت ما بتشوتش، لكن يقولك أنت هتشوت وأنت هتلعب وأنا مستني وعارف. وإنك حالة الشحن يا كابتن صحيح. اللي بتؤدي في الآخر لعمل ما مش حماس، والمصريين هم أو الأهلوية هم وبس، الراجل عامل جسور ثقة. هذا الرجل لا تنتظروا منه من هنا حتى التسعة يا أهلي، لكن إن شاء الله باجتهاده وتعبه والأخذ بالأسباب هو والتيم ومحمود الخطيب الذي ظلم كثيرا، وطبعا نائبا عن مجلس الإدارة عموما وعن الجمعية لأنه دول شركائه، وعن الجمهور اللي حاطط ثقته فيه، لا الرجل ده انتظروه لما تكتمل العناصر، لما يبقى عنده من كل حاجة إيه يعني اختيارين، ودي عظمة الفرق الكبيرة وقد اعتادها النادي الاهلي وكل الكبار يعني، بس احنا موضوعنا النادي الاهلي، انه يبقى صحيح. عنده من كل حاجه اتنين. الراجل ده داخل على ما بعد فترات الراحه ان هنشوف كده واحد اللي بيحط الفاول بيشوط 50 فاول، والتريكات اللي كنا بنشوفها معاكم زمان في الحاجات الكور الجانبيه ده يروح الفنتات اللي بتتعمل، الهيدرز بيعمل له 50 هيدرز، واللي بيعمل تاكلنج بيعمل له 100 تاكلنج. الراجل رايح على طموح ليه هو شخصيا مختلف، لانه لا النموذج اللي يطبق عليه، لا النادي الاهلي الاداره، لا النادي الاهلي الامكانيات، لا النادي الاهلي الجماهيريه والخامه اللعيبه صحيح. الموجودين والاضافات اللي النادي شغال عليها يعني. ان شاء الله من اسباب فوزنا في مباراه امبارح عده اسباب يعني. حضرتك ايه رايك في النقاط الحاسمه في وقت المباراه، اذا كان طبعا هدف طبعا أفشى أو طبعا ضربة جزاء الضيعة من الوداد، حضرتك شايف في نقاط أخرى ولا دول كانوا فعلا أهم نقاط موجودة في مباراة الوداد والأهلي امبارح؟ بص حضرتك، هي طبعا الهدف المبكر في أول ثلاث دقايق ده كان بالنسبة يعني نطيت أنت طبعا أول ما جيت أنا نطيت على نفسي، نطيت من على الكرسي يعني. يعني عايز أقول لك إنه إيه، الهدف كان بمثابة الثقة، مش كمان للعيبة، الكل بيتفرجوا يعني، اداك ثقه كبيره جدا، لا في حاجه هتتعمل، في مفاجاه. الناس التركيز من جانب الجمهور الاهلاوي او الناس المتابعه كانت عاوز متوقعه تشوف الاهلي شكله ايه مع الوداد يعني ايه، برضو الناس منتظره وعندها يعني امنيات واحلام ان الفريق يرجع لغايه انت بعد 2017 المستوى بدا افريقيا، بدا مش هو المستوى يعني، بعد 2017 ما خسر الاهلي النهائي برضو قدام الوداد، وكان ادى مباراه النجم الساحلي لما فاز الاهلي على النجم الساحلي 6-2، خسر الاهلي اللقب لما فاز عليه 6-2 في النتيجه الضجه الكبيره جدا صحيح، والفرحه المبالغه وخروج وقتها الجهاز الفني لما يعني عايز اقول لك ايه، الاجواء يعني اتفتحت بصوره ادت انه ايه، لما جيت لعبت الوداد في المباراه النهائيه في برج العرب، اهدر الاهلي في اول ربع ساعه في هذه المباراه سبع اهداف في منطقه السكس يارد، كانت غريبه جدا. ردت عليك بايه؟ انك انت انتهى الماتش 1-1، رحت هناك بقى في المغرب الماتش بقى اتحزم بالطريقه اللي انت عارفها، وبكاري جسام وانت موسيماني كمان في المؤتمر قال لك كان نفسنا نجيب 3-4 اجوال اخرى. ما هو قال من حقه، لان هو ما خلاص هو متمرس وعارف ابن بلد يعني، عارف الحدد. فانا عاوز اقول لك ايه، الهدف توقيت المبكر، الهدف توقيت ضربه الجزاء والتوفيق، دي من العوامل بتديك ثقه. شوف انت صوت اللعيبه من غير المعلق، هما بيقولوا لي يا ولد ساعات الشناوي طبعا نوصل يا ولد ده. شوف انت ياسر ابراهيم وهو بينام على صحيح. على يعني عاوز اقول لك ايه، الفولو اللي عمله وطلع الفولو اللي عمله طبعا، ما انا بقول لك اهو يعني، دي من الحاجات. ثانيا الحاله البدنيه،
الحالة البدنية الفوقان اللي كان فيه لعيبة كان شيء مهم جدا. الثقة اللي خدها محمد هاني بيلعب على أسرع جناح يعني اسماعيل حداد لعيب راح هناك وقالوا هنا يعني ايه قاعد يبدل على الطرفين علي معلوم كان يعني مش عاوز اتكلم ونسسني الجميع كان حاضر بقوه في هذه المباراه. فمع الهدف المبكر مع ضربه الجزاء وصدها ده برده ادى ثقه وادى اصرار من الداخل. كمان اجاي لما فاق عمل ضربه الجزاء خلاص الماتش انتهى هو كان عنده رغبة انه يبقى النتيجة 3 تبقى 4 خلاص اجي هنا العب براحتي اخفف الضغط عليا. لكن هي دي الكورة المباراة شوط انتهى الشوط الثاني صعب مش سهل اكيد هو مدرب كبير متمرس في افريقيا وعارف كل الحواديث والقصص اكيد هيركز هيقفل على فريقته هيبقى تفكيره فين الناس ما تدوش تتكلم على المباراة النهائية يا جماعة المباراة النهائية دي هيبقى لها ظروفها هي مباراة واحدة فخلاص خليك في هي دي المباراة النهائية بالنسبة المباراة النهائية طبعا بنبارك لجماهير نادي الزمالك ونادي الزمالك فوزوا على الرجاء 1-0 لسه أعتقد المباراة منتهية من دقايق 1-0 لصالح نادي الزمالك نقول مبروك لنادي الزمالك ممثل طبعا الممثل الثاني أو الطرف الثاني الممثل لمصر في البطولة نقول له مبروك وإن شاء الله بالتوفيق في مباراة العودة نتمنى نهائي بقى لأن مش عايزين اللعيبة ولا الجهاز نهائي مصري يعني نهائي مصري أنا قلت كده على صفحتي أتمنى نهائي مصري ضوء بقى على مصر وعلى استاد القاهرة العظيم إن شاء الله وعلى بلد المقر على فكرة في سنة يعني المئوية للاتحاد المصري واللي بنتمنى ان يبقى فيه بقى لوائح وفيه تحديث وحاجات كتير. عايز بس اقول لحضرتك ان الراجل موسيماني كمان في موضوع ديانج حمى لاعبه وما كانش عاوز يبين ان انا ممكن العب مدافع بعد هدف ولا حتى بعد ضربة جزاء علي معلول عايز يبين ان الاهلي الكبير سيظل لعبة بلعبة زي البينج بونج يعني ما الكرة بتبقى عاملة زي لعبة ضربة وضربة ومين اللي يخلص البونت يعني واضاف الكثير والكثير لاداء لاعبيه حتى محمد هاني خبراء بقى مش هقول بقى محللين زي انا وصديق العزيز محمود صبري لا خبراء يا عم قال لك احمد فتحي واكثر خبرة هو خد بالاقوم السريع الشاب اللي مش هيقلق لو الراجل عمل عليه فنت واسماعيل حداد وهو معروف انه ليه كده طريقه اللي بيهز بيها الباك واللي تتعمل في اي حد هناك فرق انك انت تكون احمد فتحي خبرتك وكبرتك وتكون راجل عايز تقدم نفسك ها والمستقبل بتاعك انت وهذا لا يقلل من احمد فتحي لانه كان حطه مع رصيده في بنك الاحتياط انه يحتاجه في اي وقت في اي مكان لكنه اختار انه يلعب الشاب وعشان كده هاني بعد اول 7-8 دقايق تماسك بعد الفنتين ثلاثه وقال للحداد وبقى لا ده انا اللي مش هخليك ايه تيجي هنا يعني كان عليه مهاجم سريع ويمكن وخلي بالك مش اصل الناس برضو فاهمه ان هو يعني ما اكيد المهاجم هيتفوق مره انت عندك 90 دقيقه لا طبعا انا اعتقد ان هاني زي كل اللعيبه بصراحه ادوا بشكل اكتر من رائع. طب من هنا هسال حضرتك انت شايف مين فعلا السوبر ستار في المباراه ديت مين النجوم اللي كانوا لامعين في النادي الاهلي مباراه الوداد يعني عاوز اقول لك الاهلي هو اللي لمع الاهلي كتيم مثل الاهلي على مدار تاريخه انه ما عندوش نجم الكل في واحد الكل بيزف في الواحد هو اسم الاهلي وده دايما بيجي من قدر يعني من اقدار الله يعني الله يعني لان بيجيب مدربين مراكبين على نفس الشخصيه يعني ما جه مانويل اصل الجزئيه دي صحيح. انه النجم عنده هو الفريق مفيش حد بيتكلم وحده وده مصدر القوه ومصدر ما دام انت يجي من سمعني على نفس الكلام ويقول لك النجم عند الفريق فتلقى الدنيا ماشيه معاك انت بتمر بظروف صعبه اصابات مختلفه وخاصه في جزئيه في مكان واحد يعني انت عندك مشكله في خط الدفاع وانا مش عاوز نرجع نتكلم فيها لانه الكلام فيها يبقى بعد بطوله افريقيا يعني ايه الكلام على مين اللي يتحمل من الكلام ده ملوش يعني مش عاوزين نقول دلوقتي بصراحه الاولاد بيقدوا بشكل لكن رائع لكن بص كونك انت توقفهم يعني بص كونك انت بص توقفهم على رجليهم وتديهم الثقه يعني ايمن اشرف امبارح عمل واحده من افضل مبارياته ماشي خلاص بقى بيروح بالكوره وانا بقول لك عنده ياخد واحد كده ياسر ابراهيم نفس الشيء رغم انه ايه محتاج برضه ياخد ثقه اكتر من كده محمد هاني فانا عاوز اقول لك التيم ككل كان في حالته كان في حاله فيها تركيز في حفاظ على كل كوره ما بيفرطش فيها انك انت تجيب جول والتاني وتجي عليك ضربات جزاء وما تهتزش وبقى عندك ثقه كل دي برضه من الحاجات بيقول لك شخصيه البطل
شخصيه الفريق ان هو متماسك. واحنا قلنا لو افتكر حضرتك اتكلمنا قلنا ايه بيراميدز كانت تجربه كويسه. كانت ايه صح تجربه كويسه اتلعب فيها قوه واصرار ورغم كده وضربه جزاء ضيعه والقائم وعليك كره في القائم. لكن إيه كان ماتش بالنسبه له هو فكر فيه. ولما راح هناك بيشتغل هو لما راح المغرب وقفل القفله دي حتى الناس الزملاء الاعلاميين كانوا مرافقين للباس ممنوع حتى يعمل لك وس يقول لك ايه اللي بيحصل في الملعب ايه التدريب عامل ايه. يعني الدنيا كانت مقفوله وكان في حاله من فرض التركيز عالي جدا. فالحديث عشان اتكلم لا هو الفرقه كلها ادت اللي عليها. اللعيبه تلاحظ انه في ترابط لو بدات من الشناوي لغايه مروان عمل مجهود كبير جدا وناس كثيره متوقع انه مروان مفاجاه بالنسبه يعني شوف المدرب يعني مثلا لو جاب حط بادجي مثلا هي كان هيتعب في 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 الماتش رغم انه ناس كان نفسها. لكن ايه مروان كان بيعمل دور تاني. ما هو ده اللي انا اتكلم فيه واروح بس للاستاذ عصام في الحته ديت انه كان كمان كان في بعض الناس او يعني احنا كنا بنتناقش مع بعض النجوم يقول لك لا وارد جدا يلعب بثلاثه في نص الملعب اذا كان ديانج وعمرو السوليه وحمدي فتحي عشان يامن نص الملعب. أيوة. في وجهه نظر ثانيه يقول لك هو بيحافظ شويه على الشكل الفرقه اللي متعود يلعب عليه 4-2-3-1. كان في اختلاف طب يبدا بمروان ولا يبدا ببادجي. فكل الامور ديت بصراحه وانت برضو اشرحها لي استاذ عصام موسيماني حلها الحل الامثل ولا كان ممكن فعلا يبدا بجزئيه انه يلعب ثلاثه في نص الملعب او يبدا ببادجي في بعض الاوقات كان محتاج سرعات قدامي. لا هو حلها الحل الامثل لانه مش الاهلي اللي يبان حتى في السكور شيت انه ثلاث ديفندرات صافي حتى لو حمدي لعيب والسلاق اصل كلهم كمان ما شاء الله. وجاء فتره الصمت الانتخابي بتاعت فايلر دي انه ما بيتكلمش كتير بقوا يطلعوا فيعرضوا الديفنس شغلهم صحيح يطلعوا يعني عايزين لانه ما شاء الله لعيبه كوره برضه صحيح. لكن ما هماش ايه اللي بيعرفوا يلعبوا تحت الفيرو زي قفشه مثلا اللي هي صنعته كارو بالبلد يعني. وبالتالي لا هو الراجل خد بالامثل زي ما حضرتك توقعت ولعب بمروان وبالتالي لعب بقفشه فيبقى عنده مروان بيعرف يقفل على السردباكين. كانت فكره بادجي حسب تحليلي وبعض اللي اتكلموا فيها انه يستعين بيه بقى مش بادجي المهاجم لا بادجي اللي لما يبقى علينا كرانر وعرضيات يرجع مع الطوال الحداوي والتاني مش فاكر اسمه ايه في اسماعيل الحداوي اسم لا انت في فيرو الطويل تاني كده كاسينجو ايوه يعني يرجع معاهم يعني. فالراجل قال لا طب وانا بدل ما ابقى كل همي ان انا الكره اللي هتبقى رايحه لبادجي محتاجه سرعات لا انا محتاج العب زي ما الوداد هيلعب يعني على قد ما فهمت يعني. وبالتالي دانت لي الكره لانه فعلا لعبها صح جدا مع الاخذ في الاعتبار انه لعب الراجل شطرنجي يعني كل حد بيحط قطعه الثاني بيحط قطعه بعد ما الماتش ابتدى. وده اللي خلاك لما تدور على نجم تلاقي فعلا قناعه اللعيبه بالتكتيك قربت النجوميه بينهم جميعا فبقى النجم هو الاداء. لكن امبارح علي معلول الشناوي طبعا لان الشناوي بالنسبه لي الشناوي طبعا مش نجوميه ماتش بقى أيوه. عندنا حارس عالمي ومحدش يزعل مني والله بالمقاييس اللي بنشوفها في النشره اللي هو حتى الكور اللي بيروح لها عند العرض لو خلاص مفيش داعي بقى يلمسها والكلام ده فتبقى كورنر مجددا احساس بالمكان بيروح بصباعه الله يرحمه كبسوله البطل انا شفته في ماتش كان بيصد وبيزعل السردباكات مطلع كوره من المقص اللي هي فكره الخبرات المتعاظمه يعني. وبالتالي قفشه لا في نجوم فوق العاده صحيح. اكبر مش اكبروا التيم لانه مش عايز يعني كبروا اداء التيم. ايه اكتر حاجه عجبتك في قفشه بالذات يعني انا برضو هاخد ونتناقش كلنا مع بعض اللي عجبني في قفشه شكل قفشه ايه بالظبط اللي عجبك؟ ثلاث ماتشات بالظبط اتطور من اللعيب اللي هدفه امتاع الناس للعيب اللي هدفه ان المتعه تبقى المكسب وان الكره تحكي مهاراته اكتر ما يحاول ينفذها بنفسه يعني بدل ترقيصه والثانيه يبقى واحده وسرو والسرو ده لوحده فن في لعبه بينيه بتخلي الناس تقول يعني. وبالتالي ده تطور يبين ان قفشه ممكن يبقى نجم فوق العاده في المركز ده يعني. انا يعني انا بايدك تماما. وفي نقطه كمان انا شفتها في قفشه انه عنده نوع من الهدوء
في استلام الكوره والخروج يعني من منطقه الضغط بشكل كبير. يعني منطقه الضغط اللي هو بيستلم بهدوء جدا وعنده كنترول عالي، ده بيدل ان عنده ثقه في نفسه. يعني كمان في مواقف صعبه جدا تلاقي الكره صعبه بيوقفها بشكل كويس ويبدا يخرج من منطقه الضغط، منطقه الضغط اللي هو قبل يعني ما يتلم عليه 2-3، لا هو بيخرج بشكل سلس جدا جدا. والرؤيه اللي انا كمان عجبتني جدا اللي هو الانطلاق من، يعني عنده كمان دلوقتي لازم يتعلم انه يروح يجيب جول. يعني قفشه دايما اسيست كويس لكن كمان لازم يخش ويجيب. اداله تريك كابتن هاني، يعني الراجل حسن، رأى فيه سيرينيو، رأى فيه الله سيرينيو اللي هو بتاع سان داونز. هو عاشق الجزئيه دي، عاشق اللاعب ده رقم 10. الاهلي بيدور على رقم 10، هو الراجل اللي يعمل الاسيست ويعرف يعني بيدور الجول. بيدور على رقم 10. انت بتدور على رقم 10 من امتى عشان نكون واقعيين؟ من بعد عبد الله السعيد طبعا، من بعد عبد الله السعيد ما مشي. كان دوره ايه لو تلاحظ الاهلي في الفتره اللي بعد ابو تريكه؟ عبد الله السعيد قعد فتره ما ظهرش، ظهر بعد سنه. يعني ايه؟ كانت فتره في اكتر مش خد فتره سنه وشويه بالزبط. مش قادر يشيل، قال كده مش قادر اشيل طبعا. لكن بعد كده كانت مثل الاهلي في جزئيه حاجه واحده جدا بتميزه على اي حد، قدره الفريق على تدوير الكوره بسرعه، وعمل تركيبات هجوميه مفاجاه للمنافس بتوقع ما يعرفش يتعامل معاها ازاي. هو الراجل لانه لاعب لانه كوير وبيحب الكوره على الارض، شايف في ده بيديله امل انه ممكن يعمل له دي مع الارجوياني سيرين. نفس الطريقه، نفس الجسم، نفس الخفه، نفس السرعه. فحط امله في كله انه هو ازاي ياخد قفشه وخده في حضنه. تعالى بقى اهلين لغايه ما نشوف سكه مع سان داونز هيدينا الراجل الثاني ولا مش هيديه لنا. هو الراجل هيدينا الراجل الثاني. اعتقد النادي الاهلي احتياجات طرف سريع. يعني احنا دلوقتي كان عندنا اطراف، يعني عندنا حسين ماشي سرعته معقوله، اجاييه معقول، لكن احنا محتاجين فعلا لا مهاره، عاوز انت حد يعمل لك السرعات. ما انا بقى كمان سرعات ما هو اكتر من كده شويه. فهو يعني هو النظر هو الراجل تعرف انه امبارح استنى شويه عشان طاهر محمد طاهر واللعيبه اللي انت عارف انه امبارح يا كابتن ايه انت عارف انه امبارح ده افضل ماتش لعبه قفشه من يوم ما لعب كوره. افضل ماتش بالمقاييس الجديده بكل المقاييس امبارح. عارف ليه بقول لك افضل ماتش؟ ليه افضل ماتشات؟ عارف ايه؟ لانه لعب تحت ضغط واداء في عنف، وصل لمرحله الضرب ماشي بصوره او باخرى تحت يعني الحكم كان شاهد بعيونه ماشي وشاف اللي اتعمل، لكن ما استسلمش. يعني ايه؟ تحس انك انت ايه بتعافر مع عفريت كده، يعني ايه يتخبط ويقوم ويجري ما استسلمش. دي نقله، دي يعني عاوز اقول لك ايه، دي حاجه كانت ناقصه في الاهلي. انت بتحسنها، بتدورها، بتدور على الافضل فيه. واعتقد انه هيبقى في الماتشين الجايين باذن الله، يعني ان شاء الله الماتش الجاي العوده ان شاء الله المباراه النهائيه اكيد قفشه هيبقى افضل من كده. يعني اكيد الشغل اللي هيتعمل في اللعب ازاي يعني الهجمه المرتده هيبقى في شغل من الراجل عليها. الراجل مش هيعمل لك يفتح الفرقه وهاجم، لا هيبقى عامل يبقى في سيستم، في شغل، في عمل. هينافس تقريبا نفس الطريقه ونفس الافراد. يعني ده بدري شويه ان احنا نتكلم فيه، لكن المباراه اللي جايه ان شاء الله يوم الجمعه، تفتكر موسيماني هيشتغل نفس الشغل بنفس اللعيبه اللي بدا بيها مباراه الذهاب؟ غالبا ما عدا لو بعض الناس عايزه تاخد نفسها، يعني لو قفشه ربنا ربي يعني يجيبها سليمه، فكره انه شويه عنده شويه اجهاد عضلته مجهده لان فكره يعني في الضلوع يعني كدمه ان شاء الله دي سهله. هو راجل على راي محمود بشكله الجديد ما شاء الله بقينا بنشوف نموذج رائع يعني، لكن ممكن يريح حد ويلعب زي ما انت قلت، هو بيثق في التيم كاملا يعني. انما هو الراجل خلاص بقيت ادارته للمباريات هتبقى فيها لعب كره قدم حقيقيه يعني، مش هيقلق. ما اعتقدش ان مع موسيماني هتقول الهجمه المرتده، لا هيبقى الهجوم المضاد هو يعني. وانت طبعا حضرتك متاكد انه في فرق بين الاثنين، هو عنده البيلدنج اب كويس قوي، بيحب يطلع من تحت بالظبط. مش الهجمه المرتده بقى بتاعه الفرق اللي هي عظيمه وكل حاجه، بس اللي هي عارفه ان انا مش قد التاني فبتستنى اما تروح واخده واحده، لا هيبقى عنده فكره الهجوم المضاد، يعني اللي هو فكره ازاي اخد الكره اللي هي الثانيه زي ما بتسموها، يعني استرد الكره، وازاي اعمل الهجمه المضاده بالاجنحه اللي محمود قال عليها والسرعات دي، وتطوير اداء البعض
في الناس اللي هتبقى حرفيين من نص ملعب النادي الاهلي. بجانب الاستحواذ يا استاذ عصام، كمان الاستحواذ النادي الاهلي امبارح حتى الاستحواذ كان اعلى كتير جدا فترات، وصل 59 بعد 40 دقيقه 59%، وده مش رقم يعني مش كم رقم. كم فرصه ضيعتهم امبارح يا كابتن؟ ما هي بقى ما دي انا بقى يعني نتكلم برضو الحاجات اللي ممكن نطلعها نيجاتيف او الحاجات السلبيه في مباراه امبارح، رغم الاداء كويس والنتيجه ممتازه، لكن كمان لازم نشوف اخطائنا كانت فين. حلو الكلام، هو ده الكلام اللي حضرتك اللي بيبقى محتاج، انه اكيد هو الراجل فاهم وعارف حجم وطالع واضح، هو انت لو شوف تعبيرات وشه بعد المباراه متضايق جدا منفعل، حتى كان حد بيكلمه مش هقوله عمل له كده، حد بيكلمه على تغيير ولا ايه، قال له ما حدش يتدخل ما حدش يكلمني، هو كان عاوز يريح نفسه ويشيل الضغوط من على فرقته ويبقى تفكيره هادي ويلعب مباراه ضامن نتيجتها. لكن لما تبقى في المباريات دايما الفرق الكبيره واللاعيبه الكبيره في مباريات كبيره بتبقى تستفيد من ربع فرصه، يعني مفيش معلش طبعا في توفيق عدم توفيق، ده احنا مؤمنين بيه هذا الكلام، لكن في المباريات اللي زي دي ما عادش في فرصه، ما حدش يستناك، لا مدرب ولا زمايلك ومجهودهم ولا الجمهور اللي بره منتظر، يعني ما عادش، لا خلاص لازم زي ما انا قلت لحضرتك كده قبل كده قبل الماتش، قلت لك التركيز والتفاصيل الصغيره والحاجات الصغيره بتبقى كورنر، بتبقى كره ثابته، بتبقى تمرير عرضيه، في قدرات فرصه انفراد، في قدرات على طول. نتكلم على مثلا يعني انا اسالك سؤال مثلاً. شفت انت ماتش ايفرتون وليفربول بتاع 2-2 و3-2 والجون اللي اتسجل معمول على الهدف المرمى، الهدف سليم 100%. طب شفت اللعب بتاع ايفرتون وهو بيجيب الجول التعادل، شفت قفز ازاي؟ تعرف انه رجليه كانت متوسط يعني اقل من كتف المدافع. صحيح. يعني عاوز اقول لك ايه، دي الفرق في انك انت في لعيبه ممكن بتديك الفرق بان هي تزود نفسها وتشتغل وتطور. انت الفرص دي لازم هيبقى ليه الراجل، اعتقد انه هيبقى فيها حساب من المساله، مش هتمر كده، هيبقى فيها نقاش، بس بقى الشغل المحترف، شغل يعني اللي يعرف ازاي يطلع منك اللي جواك، مش هيقلل، بدليل انه لما اللقطه عجبني اول ما هو اتكلم على قفشه بعد ضربه الجزاء، يعني فكرني بمانويل يعني في اللقطات دي، الحاجات النفسيه بيعرف يطلع. فاعتقد انه الحاجات دي الصغيره دي هتبقى مسار، لانك عاوز تاخد بطوله افريقيا ان شاء الله باذن الله تعالى، لازم تفاصيل الصغيره، لازم يبقى عندك ميزه في حاجه انت تعرف تتفوق فيها، لازم لما تجيلك فرصه مش هتيجي تاني، خلاص دي فرصه واحده، انت عملت المرتدة 10/10 زي مال الكتاب، يعني 100/100، لكن لازم تخلص، ما تنتظرش هدايا اخرى، هي مرة واحدة بتجيلك، هي وكمان احنا داخلين على مباريات، مش كل مباراة هتجيلك الفرص، مش هتجيلك الفرصة، ده هي مش كل مباراة لا هتسنح ليك انك تكون عندك بس كده يا كابتن. خلاص النهائي اللي اعتقد المصري، النهائي يعني قرب عن النهائي مصري وهيبقى نهائي تاريخي. هو محمود رصد حاجه مهمه فعلا، لازم، اصل مش معقول انا شغلتي ان انا فرود واما اروح للجون ابقى مش واخد بالي من المقاسات، يعني من بدري اروح في زاويه ولا اعملها تشيب ولا اعمل ايه بالظبط، مش ممكن اللي قاعد بيتفرج عارف وحضرتك مش عارف، وبلا زعل احنا اتكلمنا انه في بعض السلبيات، لو انت بقى عملتها وطلع الجون استك زي بيل انطوان زمان عملها مع الكابتن فاروق جعفر في ماتش، راح حاططها فوق الراجل، لازم الاجوان لازم تنزل يا كابتن هاني، معروفه الف به يعني، والراجل طلع تاني خلاص بقى ده كده سوبر. لكن الامانه يعني الحاجات دي اعتقد هي اللي كانت مزعلاه شويه محمود راصد، الماتش ما شاء الله بالثانيه، وبالتالي هيشتغل عليها، واحنا اتفقنا انه هيبقى عنده، هو عايز وقت بس اللعيبه تبقى واخده نفسها يشتغل على الحاجات الفرديه. ده صحيح. ازاي لما تروح للجون مش ما تتخضش، دي لعيبه النادي الاهلي، اتخض ده لما يبقى جديد ولا حاجه، عايزه تمرين، عايزه الحرفيه، عايزه كمان تدريب، يعني عشان انا بتكلم للامانه لو بنتكلم على سلبيات يعني انا بتكلم حسين الشحات من اللعيبه المميزه جدا، لكن انا حسين صاحبي وحبيبي وكل حاجه، لكن في حاجات لازم يشتغل عليها افضل، يعني بالنسبه له لازم يشتغل على اسيست اكتر شويه، القرار الاخير عايز شغل شويه بالظبط، الانفرادات عايزه شغل شويه، لانه طالما انت بتروح بتوصل لهذه الجزئيه وبتنفرد يبقى انت لعيب كويس جدا، يبقى انت توصل بشكل كويس، يعني انهي بقى، خلص انهي بقى بشكل افضل، هي دي الحاجات بقى اللي الراجل وهو بيسجلها يمكن زي ما الاستاذ محمود قال كان متضايق منها، لكن هينتصر عليها لان اللي معاه خامه عاليه قوي، معاه زي ما انت قلت الشحات اللي بيروح وبيثقوا فيه، الناس واثقه فيه، لعيب هايل، الباقي بقى
شوية التفاصيل دول اللي بالممارسة كابتن هاني اللي بيسموها التدريب يعني. إن شاء الله بإذن الله هذه التفاصيل الصغيرة إن شاء الله تبقى موجودة إن شاء الله في المباراة النهائية. إحنا اتفقنا إن شاء الله لسه ما وصلناش للمباراة النهائية إن شاء الله عندنا شوط تاني يوم الجمعة. ربنا يوفق النادي الأهلي. وتاني بنقول مبروك لنادي الزمالك فوزه النهاردة على الرجاء 1-0. مهمة جدا على فكرة. طبعا مهم جدا. ألف مبروك. ودي نهاية فقرتنا طبعا مع ضيوفنا الكرام اللي دايما بينورونا. شكرا أستاذ محمود. شكرا جزيلا أستاذ عصام. شكرا جزيلا. شكرا. ان شاء الله نتواجد معاكم ان شاء الله بقى ونجيب الكاس هنا في وسط الترابيزه ان شاء الله باذن الله. طبعا فاصل وبعد الفاصل معانا طبعا النجم نجم النادي الاهلي محمد جوده بعد هذا الفاصل. اتفضل.